بسم الله الرحمن الرحيم سعدنا في بداية هذا العام بزيارة أخواننا في جامعة إشاعة العلوم هذه الجامعة التي انطلقت من فصل قوامه معلم وستة طلبة إلى أن وصل العدد ما شاء الله وبفضل الله أكثر من 3000 طالب حفظت القرآن وعدد المعلمين يفوق 130 معلم الحمد لله قمنا بزيارة فروع الجامعة العلوم الشرعية حفظ تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية وكذلك العلوم العصرية شاهدنا فيها الطلبة وشاهدنا فيها قاعات المحاضرات والجامعة بفضل من الله يعني جهدها كبير جدا ومتوزع في محافظات الهند في جميع المناطق زرنا لها عدة مشاريع منها المساجد والمدارس وجميع فصول تحفيظ القرآن بفضل الله ولا نزكي على الله أحد ولكن هذا المجهود واضح ويشكرون عليه بصراحة شكر يعني لجميع المعلمين جميع العاملين جميع حتى الطلبة مجتهدين في دروسهم يعني ما شاء الله أمس طوال الليل أنا أسمع صوت طلبة حفظت القرآن وهم يتذاكرون القرآن حتى الفجر ما شاء الله فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله لهم وفيهم ونفع بهم الأمة وجزاكم الله خير أخوكم صباح أحمد الفيلكاوي من جمعية النجاة الخيرية مشرف المشاريع